ترى بعض الآباء يأتي بالصبي معه في مجلس وفيه الكبار، فما إن يتكلم ولده إلا ويشجعه أن يتكلم، هذا غلط. مفترض إذا تكلم يشير لابنه اسكت يا ولدي، يوجد كبار سن، هذا تربية عظيمة. وإذا جلس مع أسنانه وأترابه أو في مجالس أخرى يشجعه. فلكل مقام مقام والعكس، فلذلك لكل مقام ما يناسبه. والتربية الحديثة اليوم لا يبالون، يأتي يقولون اجعل الصبي يتكلم كيفما شئت وأينما في أي مكان بحضور الكبير والصغير، حتى يصبح الصغار غير مبالين بالكبار. هذا خطأ يا إخواني، ينبغي أن يعرف من الأدب العظيم أن يربى الصغير على احترام الكبار. حتى في مقام الأكل ترى بعض الناس يأتي بصبيانه أمام الناس وفي المجلس نفسه وجانب الكبار، بعض الناس يكره، تقول للصبي إذا انتهى الرجال أقدم بعدهم أو اجلس في الصحن الصبيان. لابد أن يعرف للناس، أن صدقني إنما أن تربية الإبن على معرفة قدره بلا إفراط ولا تفريط، هذا من الأدب العظيم الذي ينفعه ويبقى عنده الاحترام والتقدير. أما التربية الغربية الصغير لا يبالي بالكبير، ولا أحد يعلم ولا يعرف لأحد، ولا يعرف أحد لأحد قدره. نعم. ومنها أن الإنسان إذا الأدب كم رقم هذا؟ 73. ها، الأدب 73 من أدب العشرة والحديث عدم تكلم الصغار بين يدي الكبار. من أدب العشرة والحديث عدم تكلم الصغار بين يدي الكبار. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا وجوابه النخلة، وكان ابن عمر عنده الجواب فما تكلم حياء، لأنه ربي على ألا يتكلم بين يدي الكبار. ومع ذلك قال له عمر لو أجبت بالنخلة كان أحب لي من كذا وكذا. فرق بين أن تسأل وبين أن تبتدئ الكلام أو أن تشارك ابتداء. نعم.